مباراة النادي الصفاقسي التونسي والنادي البنزرتي في الجولة الأولى من الدوري التونسي لكي تشاهد معنا المباراة معك عليك فضل الله الطاغط بزير قناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى في المباراة ملعب استاد طيب المهيري بصفاقس توقيت المباراة سوف يكون كالتالي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساء بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات اما بالنسبه لقنوات النقل المباراة الموقع الرسمي لفريق النادي صفاقس الرياضي التونسي نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناه ونضرب لكم موعد في موعد قادم